طيب نفتكر إحنا خدنا إيه في الـ Non-Cardiac Surgery Assessment أول واحدة تكلمنا عن الـ Clinical Risk Evaluation والـ Preoperative Assessment Tools تاني مرة تكلمنا على الـ General Risk Reduction Strategies الجمعة اللي فاتت تكلمنا عن الـ Specific Disease هنتكلم على الجزء الأخير اللي هو الـ Preoperative Anesthesia Complications والـ Renal و Liver Transplantation بسرعة Uh, ونخش في اللي بعد كده. Uh, أول حاجة في الـ monitoring و anesthesia، uh, guidelines: in, in order to preserve optimal cardiovascular stability, it is recommended to apply goal-directed hemodynamic uh, therapy uh, in patients undergoing high-risk non-cardiac surgery. Uh, it is recommended to avoid uh, post-operative acute uh, pain. Uh, in order to minimize the risk of postoperative organ dysfunction, it is recommended to avoid an intraoperative mean arterial pressure uh, decrease of more than 20% from the baseline or less than 60 to 70 millimeter mercury for more than uh, 10 minutes. Uh, non aspirin, uh, non steroidals are not recommended at first line analgesics. فيعني تحاول نعمل لهم هيموديناميك مونيتورينج ده بيتكلموا انترا اوبراتيف وفي بعض العيانين زي مثلا عيانين بالمونري هايبرتنشن ممكن نحتاج نعملهم انفيزيف ارتيريال مونيتورينج آه نحاول نبعد عن البوست اوبراتيف اكيوت بين والنان ستيرويدلز نوت ذا بيست اوبشن واخر حاجه تراي تو avoid اثناء السرجري ان احنا المين ارتيريال بريشر ينزل اقل اكتر من 20% من البيز لاين او المين يبقى اقل من 60 ل 70 أكتر من 10 دقايق. أه من ضمن الكومبليكيشنز أو الحاجات اللي ممكن تحصل هي الـ intraoperative uh, hypotension. أه أول حاجة السيفيريتي اتفقنا عليها هل هي أكتر من 20% من البيز baseline؟ وبعد كده نحاول نعرف إيه هو الـ underlying mechanism عشان نصلحه لو hypovolemia and restore الـ circulating volume لو هي حاجه من السيفير اناثيزيا نقللها شويه او لو مور كومبلكس كوزز زي مثلا مايوكارديال انفاركشن نشخصها صح ونعالجها صح البري complications كومبليكيشنز هناخد منهم اثنين اتنين مهمين الاولانيه البري اوبريتيف مايوكارديال انفاركشن واحنا اتفقنا اننا بيبقى عندنا baseline لاين troponin في قبل الجراحه و at day 1 و at day 2 ولو حصل elevation في ال cardiac troponin بنبدأ نشك إن في perioperative myocardial injury أو infarction آه أول step لو العيان عنده آه مع آه الح... بنعمل طبعا 12 lead ECG ونشوف ال symptoms ونشوف نشوف ال hemoglobin بتاعه لو عنده ST elevation أو ST depression ماشية topographically يعني ماشية in a certain wall of the myocardium أو لو العيان عنده typical chest pain بنشوف فيه سيفير انيميا ولا لا لو ما فيش سيفير انيميا يبقى ده الاثيروسكليروتيك تايب 1 مايوكاردي انفاركشن وده يتبعت يعمل انفيزيف كورونري انجيو وياخد اسبرين وستاتين ويعمل له مونيتورنج لو كان في سيفير انيميا يبقى دي تايب 2 ونعمل له بلاد ترانسفيوجن وبعد كده ري اسس هل هو محتاج انفيزيف كورونري انجيو ولا لا أم لو في الخطوة الأولانية ما كانش مع الإليفيشن بتاع الإنزيم الـ ST segment أو ما فيش chest pain الخطوة اللي بعد كده بنعمل إيكو هل الإيكو ده بين لي another cause لل elevation بتاع الـ enzymes زي تاكي كارديا مثلا زي acute heart failure ودي اللي عاملة الـ elevation زي aortic valve stenosis وما كناش اكتشفناها preoperatively فهنعالج الكوز لو لا هنبدا ندور على سبب تاني نان كاردياك يكون هو سبب الاليفيشن بتاع التروبونين زي مثلا البلمونري امبوليزم ودي كومن في البري perioperative period وزي الستروك وزي السبسس وفي الحاله دي هنعالج الكوز برضو لو لا هنشوف بقى لو في سيفير انيميا بس ما فيش تشينج ما فيش وما فيش تشينجز في الاي سي جي او سيفير دوكيومنتد hypotension فنفكر ان دي type 2 ام اي بالرغم ان ما فيش chest pain ولا اي سي جي تشينجز ونعالج الكوز <applause> واخر حاجه بقى uh, relative or undocumented hypotension ده ممكن يبقى type 2 اللي هي الميس mismatch او مثل type 1 وفي الحاله دي هنأسس الـ فور for uh, CT انجيو او uh, invasive coronary angiography. النقطه الكومبليكيشن الثانيه هي الاتريال atrial fibrillation. والاتريال هايبريليشن اول حاجه احنا بنحاول نمنع الاتريال فايبريليشن انه يحصل بري uh, اوبريتيفلي باننا نوبتمايز الهيمودايناميكس ونحاول ان البلاد بريشر ما ينزلش للارقام اللي احنا قلنا عليها اقل من 20% من البيز لاين او 60 70 مين ارتيريال بريشر اكتر من 10 دقائق نصلح الالكترولايت امبالانس اللي بيحصل في البري اوبريتيف بيريود especially في الابدومينال سيرجريز Uh, to identify the patients at increased risk for post-operative AF. Uh, مين هم العيانين اللي عندهم ريسك اكتر يجي لهم fibrillation فيبريليشن الالدرلي اللي جالهم قبل كده باروكسيزم الاي اف وغيرهم uh, وممكن لو العيان ماشي على بيتا بلوكرز uh, يكمل عليه يكمل عليها او انتي اريثميكس ثانيه ان سيلكتد بيشنتس طب لو حصل AF اف او بوست هنعالجه ازاي اول حاجه هنشوف الهيموديناميك stability لو هو طبعا هيموديناميكلي unstable يبقى البيست option ان احنا نعمل له كارديو بس طبعا لازم نتاكد دايما واحنا بنعمل كارديو فيرجن للايترال غير اني اذر اريزميا انه هو ده سبب الهيموديناميك instability مش حاجه تانية مش مثلا هايبوفوليميا مش myocardial infarction Uh, لو ما فيش هيمودايناميك انستابيليتي يبقى هنديله انتي كواجيوليشن ونشوف بقى هل هو سيمتوماتيك عليه ولا لا وهل الريت كنترول از بوسيبل ولا لا uh, لو الريت كنترول از مش مش ديفيكولت تو كنترول هنشوف هو الايجكشن فراكشن بتاعه عامل ايه لو كان Preserved البيتا بلوكر ممكن نستخدمها والكالسيوم شانل بلوكر والديجوكسن لو ريديوزد الكالسيوم شانل بلوكرز ما بنقدرش نستخدمها لو بالرغم من الريت كنترول او انا مش عارف اديله بيتا بلوكرز او الديجوكسن ما عملش حاجه والبيشنت ستيل سيمتوماتيك والهارت ريت ستيل ان كنترولبل ممكن في الحاله دي نعمل آه ريذم آه كنترول Whether Electrical آه او آه فارماكولوجيكال وطبعا لو نورمال مايوكارديا ممكن نستخدم كلاس 1 اللي هي ذا بيل in the بوكيت زي الفليكانايد والبروبافينون او نستخدم الاميودارون لو ايجكشن فراكشن ريديوزد ما عندناش غير الاميودارون هو الاوبشن الوحيد وفي كل الحالات طبعا اوبتمايز الفلويد ونقلل الانوتروبس والفازو بريسرز وين كونتينيو البري اوبريتيف فارماكولوجيكال بعد discharge بقى هيبقى انديفيديوالايزد follow up plan و reassessment for rhythm and uh, antiarrhythmic drugs. Um, Long-term oral anticoagulation patient at risk of stroke balanced with the bleeding risk considering the anticipated need clinical benefit uh, of oral anticoagulation and informed patient preferences class 2A. هي دي قصة ال في عيانين الاتريال atrial بيحصلوا surgical. دي, دي ديلمة كبيرة هل ده حاجة كانت بسبب ال ولا لأ؟ ففي كذا factor بيدخل في القصة. الفاكتور الاولاني ان اول حاجة هنشوف التشادز فاسك بتاع العيان ده عامل ايه أه هل هو في كبيرة في السن ضيباتك وهايبرتنسف الى اخره she نيدز anti coagulation ولا الفاكتور الثاني هل في سبب واضح حصل إنتر اوبراتيفلي ادى للإيتريال فيبريليشن ده ولا لا يعني مثلا العيان ده كان عنده الكترولايت imbalance واضح دخله في إيتريال فيبريليشن العيان ده مثلا جاله بالمونري امبوليزم دخله في اتريال فيبريليشن في سبب في الحاله دي انا ممكن لما اعالج السبب ما يحتاجش لونج term anticoagulation فما فيش كونسنسس واضح على لونج term anticoagulation بس ات should بي تيكن كيس باي كيس نبص للريسك اوف بليدنج فيرسس الستروك ونبص كمان في ايتيولوجي للاي اف ولا لا كمان الايكو مي هيلب انه لو الليفت اتريام بتاعنا دايليتد مثلا 5 يبقى بروبابيلتي انه يجي له اي اف مره ثانيه از هاي ولا الليفت اتريام بتاعه صغير 3.5 في عيان يانج ايج يبقى غالبا مش هيجي له اي اف مره ثانيه وحتى لو جاي هو ليه ريسك فور ثرومبوزس فبالتالي نون نيد فور انتيكوجوليشن Um, الجزء الثاني من او ال, uh, اخر جزء في النون uh, cardiac سيرجي اسسمنت هو العيانين اللي داخلين يعملوا ترانسبلانتيشن وبالذات العيانين اللي داخلين يعملوا رينال ترانسبلانتيشن um, معرفش انتوا بداتوا تشوفوا ولا لسه بس a good percent from patients uh, you will see uh, undergoing renal transplantation والCKD is different عن normal population بأنه هو it's a very high risk for coronary artery disease وبالتالي الperioperative myocardial infarction والperioperative complications فعيانين CKD مختلفين على the normal population ومش مذكورين بصورة clear في الguidelines بتاعت الnon-cardiac surgery عشان كده Um, أنا هكلمكوا عن الـ Statement دي، دي زي position paper طلعت من الـ AHA، و it's a recent one uh, in the year 2021. Um, cardiovascular disease is a leading cause of morbidity and mortality in kidney and liver transplantation candidates. The prevalence of coronary heart disease in patients with advanced CKD and end-stage liver disease is higher than the general population. علشان كده. it deserve إننا نحترمها أكتر من باقي الحاجات. طب، why transplantation patients in particular? Uh, this increased risk may be explained uh, by the inflammation that is common to the end organ disease and contributes to the thromboinflammation. Kidney and liver transplantation candidates with chronic heart disease are at increased risk for intraoperative, perioperative, and long-term complications, including mortality, because high risk. The optimal approach to the cardiac evaluation and management of kidney and liver transplantation candidates has been debatable matter for decades. Um, in this position paper, they named the patients with coronary artery disease as coronary heart disease and not coronary artery disease and not ischemic heart disease. Uh, the, reason, the reason for this in this document uh, to use the coronary heart disease rather than the other uh, nomenclature is to refer for both macrovascular and microvascular disease of the myocardium, although the focus is on the epicardial coronary artery obstruction. الـ definition اللي استخدموه للـ coronary heart disease اللي إحنا هنحاول ندور عليه ونحاول نمنعه هو history of myocardial infarction revascularization سواء بـ CABDGE أو PCI أو known uh, more than 50% stenosis in a major epicardial coronary artery. Coronary heart disease screening refers to testing modalities زي مثلاً non-invasive testing The presence of previously unknown but clinically significant coronary heart disease. Type is it worth it to screen or not? And if we find that the patient has coronary heart disease, should we revascularize or not? Uh, many have argued that despite the high prevalence of asymptomatic coronary heart disease in kidney transplantation candidates. the potential harm and cost of screening may outweigh the potential benefits أه بمعنى أنه أه بالرغم من أنه asymptomatic coronary heart disease في عيانين السيكي دي أكتر من النورمال normal population أه لكن الهارم والكوست بتاع السكريننج ممكن يبقى أكتر من benefit اللي أنا لما أكتشف coronary heart disease وعالجه موجود لغاية الترايل دي اللي هي اسكيميا سيكي دي ترايل ما كانش عندنا اي راندمايزد كنترول ترايل عن عيانين الترانسبلانتيشن بالذات الكيدني ترانسبلانتيشن كان عندنا ترايل صغيرة خالص في 2002 اعتقد وكانت يعني اوبزرفيشنال ترايل وطلعت بنفت للروتين ريفاسكولاريزيشن في عيانين الترانسبلانتيشن كيدني اللي عندهم كرونر هارت ديزيز لغايه لما جت الترايل اللي اسمها اسكيميا سي كي دي ترايل والاسكيميا سي كي دي ترايل هي ما اتكلمتش عن البريباريشن البري اوبريتيف لعيانين الترانسبلانتيشن كدني ولكن هي اتكلمت عن السي الكرونري هارت ديزيز في عيانين السي كي دي ان جنرال هي جابت 777 عيان عندهم ستو ستيبل كرونري ارت ديزيز وادفانسد كرونيك كيدني ديزيز وعملت لهم راندمايزيشن شبه بتاع الاسكيميا ترايل بتاع الجنرال بوبيوليشن 388 واحد هنعمل لهم انفيزيف استراتيجي هنعمل لهم كرونري انجيو ولو في ليجن هنعمل لهم ريفاسكولاريزيشن و389 هنمشي كونزرفاتيف ابروتش آه وممكن لو احتاجوا طبعا ان بتوين نعمل كروس اوفر نعمل كروس اوفر وزي ما بعين أن الـ death or the non-fatal MI اللي هي الـ primary outcome كانت uh, P-value 0.95 كانت non-significant والـ angina-related health status ما كانتش بال questionnaire بتاع Seattle score ما كانش فيه difference بين الاثنين فالـ conclusion كان أن among patients with a stable ischemic heart disease moderate to severe ischemia on non-invasive stress testing and advanced chronic kidney disease, a routine invasive therapy failed to reduce the incidence of death or myocardial infarction compared with optimal medical therapy. وفيلد كمان انه يحسن الأنجينا والكواليتي of life. فالـ دي ماشية مع كل الـ coronary heart disease اللي stable coronary انه revascularization ملهاش superior benefit in ترم of mortality لما نعمل لهم روتين إنفيزف روتين ريفاسكولارايزيشن فالاسكيميا سيك دي ترايل دي عملت داوتس اون ذا بنفيت اوف كورونري ريفاسكولارايزيشن بيرفورمد اونلي فور امبروفينج ذا اوتكمس ان بيشنتس وذ ادفانس كيدني ديزيز اند بوزيتيف كاردي ستريس تيست بات اديروايز ستيبل كورونري هارت ديزيز وذ بريزرفد Including the particular cohort waitlisted for kidney transplantation patients. Uh, the results from the Ischemia CKD trial highlight that angiography and revascularization do not necessarily reduce the risk. طيب، هل ال results بتاعت Ischemia CKD دي كانت واخدة كل عيانين ال CKD؟ بعضهم كان مستني renal transplantation، بعضهم كان لسه بعيد عن ال renal transplantation. هل أقدر أعمل لها extrapolation للperioperative period تساعدني إن أنا بالتالي أقول ما فيش داعي إن أنا أكتشف ال heart disease في العيانين اللي داخلين يعملوا renal transplantation؟ um, it uh, the this trial was not designed to address whether prophylactic revascularization reduce the peri-procedure events at kidney transplantation or not. هي ما كانتش الترايل دي معموله عشان تجاوب على السؤال ده. طيب. ايه الاذر other اللي تساعدنا على الإجابة على السؤال ده ان هل ان احنا نحاول ن revascularize قبل الكيني ترانسبلانتشن ولا لا؟ في تو ترايلز واحدة اسمها CARB واحدة اسمها DECREASE كانوا ان انا اشوف effect of prophylactic revascularization بس كانت في الvascular surgery مش قبل رينال ترانسبلانتشن وفاوند نو benefit of prophylactic revascularization بس كان عندهم في post hoc analysis من كي دي إن هم 194 عيان من الـ 777 كانوا مستنيين kidney transplantation. منهم 51 عيان underwent kidney transplantation during the course of the trial. This post hoc subgroup found no significant reduction in the primary outcome with the invasive strategy consistent with the full trial. يعني برضه لقى ان انا لما عملنا ريفاسكولاريزيشن ما فرقش في الاوتكم however كان في كروس اوفر كتير وده ممكن يخلي الريزلتس طبعا دي بوست هوك ومش ترايل ديزاين للسؤال ده فبالتالي اه دي ريزلتس بس مش سوليد ايفيدنس ان انا البروفلاكتيك اند ريفاسكولاريزيشن شوت بي طيب ايه السامري بقى بتاع الهيصه من الداتا دي كلها The current body of evidence does not support a routine coronary revascularization uh, in a stable asymptomatic kidney transplantation uh, candidates uh, just for reducing long term uh, cardiovascular mortality. A revascularization decisions should be individualized, weighing the upfront risk of procedural MI and the one to six months delay in the kidney transplantation. with the late benefits of reduction in spontaneous MI. لازم نوزن الأمور ما بين الحاجتين دول. If intervening beyond maximal medical management is not beneficial, why screen then offer guideline directed medical therapy طيب لو ال intervention زي ما كل ال data وضحت مالوش قيمة، ليه أعمل screening الحاجة مش هتفرق حاجة طب ما أمشي العينين على medical therapy وخلاص. أول نقطة إن الـ assessment بتاع left ventricular ejection fraction is recommended standard of care and echo done for coronary heart disease screening also provides a wealth of data on the non-coronary heart disease cardiac conditions. مهم إن العيان اللي داخل يعمل تريننج ترانسبلانتيشن أبقى عارف الـ ejection fraction بتاعه والنقطة التانية إنه بيديني فكرة لو عنده أمراض تانية زي مثلاً um, a common entity ان يكون عندهم pulmonary hypertension لو عندهم severe pulmonary hypertension وال right side بتاعهم dilated و impaired ال surgery للعيانين دول will be very high risk فانا ممكن نتكلم مع ال patient انه to cancel the renal transplantation او to do it with very high risk Uh, second although rare for ischemia CKD trial there may be concerns for identifying a subset of kidney transplantation candidates with undetected left main disease who may benefit from revascularization uh, بالرغم ان الاسكيميا CKD trial in general ما بينتش فايده الا انه في العيانين اللي كان عندهم undetected left main دول كانوا ممكن يستفيدوا من الريفاسكولارايزيشن النقطة الأخيرة إن الـ Ischemia CKD زي ما قلنا ما جاوبتش على سؤال الperioperative Events، هي جاوبت عن العيانين الـ CKD الـ uh, Revascularization فيهم مفيد ولا لأ لو عندهم Stable Coronary Artery Disease. آخر نقطة Given the limited availability ده طبعاً مش في مصر بره أكتر of diseased donor organs for transplantation screening may identify patients deemed to be at excessive risk of coronary heart disease related adverse outcomes for whom transplantation may not yield sufficient benefit to justify use of a scarce organ. يعني ال organs بتاعت الكدني دي حاجة very rare فبالتالي لو لقيت عيان at very high risk انه يجي coronary heart disease ويجي complications adverse event events في ال perioperative period وال long term complications انا ممكن ادي الكيدني دي لعيان تاني الريسك بتاعه اقل وبالتالي يستفيد منها اكتر من البيشنت ده الليفر um, ترانسبلانتيشن هنتكلم عنه بعدين طيب الجايد لاينز او مش الجايد البيبر دي قالت او قسمت البيشنتس اللي, عندهم يعملوا كيدني ترانسبلانت كانديداتس انتو تو كاتيجوريز اول كاتيجوري اللي ما عندهمش كورونري هارت ديزيز وعملت الالجوريزم ده وتاني كاتيجوري اللي عندهم نون coronary هارت disease هنبدأ باللي ما عندهمش coronary heart disease في الأول الجول اوف screening في ال asymptomatic patients ما عندوش coronary هارت disease أول حاجة أنه نعرف مين العيان اللي عنده coronary هارت disease اللي هيستفيد من الجايد guideline directed medical therapy زي statins زي aspirin زي ARB زي ACE زي whatever او هيستفيد من revascularization زي لو عنده مالتي فيسل زي لو عنده ليفت مين سيجنيفيكانت ديزيز و ايدنتيفاي ذا سمول بروبورشن الكاردييك ريسك بتاعهم عالي قوي يخليهم ما يستحملوش رينال transplantation سيرجري وبالتالي ندي الكيدني لحد هيستفيد حيستغ... منها اكتر اول خطوه في العيانين اللي ما عندهمش coronary هارت ديزيز هي ان احنا هنشوف هل هم عندهم Symptomatic Cardiac Disease Yes or No. والـ Symptoms دي المقصود بيها هي الأنجينا والأنجينا Equivalent وأي Symptom بقى Possible لcongestive Congestive Heart Failure لأريثميا لVulvular Heart Disease. لو لقينا عندهم Symptoms يبقى في الحالة دي هنعمل لهم Cardiology Referral ون Manage according للجايد guidelines طيب لو ما عندهمش Symptomatic Cardiac Disease هنعمل لهم Trans-Thoracic Echo و12 Lead ECG و ايكو thoracic في فيه كاتيجوري صغير من العيانين اللي هم very low risk ان يبقى عندهم coronary heart disease وبالتالي مش لازم أعمل لهم ايكو اللي هم سنهم أقل من 40 سنة وما عندهمش CKD specific factors ومش مش بيعملوا dialysis دول مش محتاجين إن احنا نundergo any subsequent testing for cardiac assessment. طيب لو الايكو باين بين significant non-coronary heart disease زي مثلاً significant valve disease زي ال aortic stenosis زي مثلا severe pulmonary hypertension وال uh, severe pulmonary hypertension ده المقصود بيه ال pulmonary artery systolic pressure أكتر من 60 او أكتر من 45 بس right ventricle impaired. في الحاله دي هنعمل لهم referral علشان ي, to be managed لل specific condition يعني عنده severe aortic stenosis يتعالج. عيانة يعني عنده pulmonary hypertension نشوف إيه ال-type of the pulmonary hypertension ونعلقه وهكذا طيب لو ما عندهمش significant non-coronary heart disease هل الإيكو كان highly suggestive إنه العيانة عنده coronary عنده ejection fraction أقل من 40% عنده wall motion abnormalities لو ال-answer was yes يبقى هنديهم guideline directed medical therapy للcoronary heart disease وهنعمل لهم coronary angiography for risk stratification وهن consider revascularization وقلنا كلمة consider we are not 100% sure لأن ما عندناش evidence من ال literature يقولي revascularization is beneficial فيهم. Uh, ولو ال ejection fraction less than 40 despite the coronary heart disease treatment consider referral to a heart failure specialist عشان العينين دول يتحطوا على the four pillars بتوع ال heart failure. وهنشوف بقى هل they are candidate for a uh, transplantation in a case by case uh, scenario or not. فلو انت لقيت ejection fraction impaired و wall motion abnormalities هتأثره احتمال تعمل له PCI واحتمال لأ، ولو هو impaired هتعمل له حاجات الهارت heart طب لو هو مش symptomatic ومعندوش non-coronary heart disease والايكو بتاعه كان ejection fraction كويس وال wall ما فيش wall motion abnormalities Uh, next, you will ask if the patient meet all the low risk criteria for coronary heart disease. ايه هما low risk criteria دول؟ انه سنه اقل من uh, 60 سنة، non-CKD risk factors for uh, coronary heart disease اللي هما diabetes وال cerebrovascular disease و peripheral arterial disease، ما عندوش ولا واحدة من الثلاثة، uh, the duration of the dialysis less than five years، وما فيش evidence of silent MI on the ECG. Uh, لو ما كانش عنده أي حاجة من الحاجات دي كلها which is rare يبقى no further cardiac testing والعيان يدخل يعمل surgeon لو كان عنده أي حاجة من الحاجات دي سنه أكتر من 60 سنة عنده سكر عنده cerebrovascular disease بيغسل بقاله أكتر من خمس سنين يبقى هيعمل functional assessment وفي الـ guidelines دي هم uh, they choose the stress echocardiogram لو الويندو بتاعه is good uh, علشان Uh, stress echo uh, uh, preferable أو نعمل anatomic assessment بالCT أو بالأسطرة لو كان high risk coronary anatomy يبقى هنرجع للguideline like the medical therapy والcoronary uh, angiography وrevascularization نفس الكلام لو moderate or large ischemia أما لو normal or small ischemia يبقى no further cardiac stress testing required ليه ما اختاروش باقي الحاجات؟ يعني مثلا السي تي ليه اختاروا الايكو مثلا مش السي تي انجيو؟ لان السي تي انجيو فيه راديشن وفيه داي اكتر من لو عملت دايجنوستيك وما فيش في نفس الوقت آه فايده. آه نفس الكلام الساليان بيبقى فيه شويه فولس ريزالتس آه بتحصل مع العيانين السي CKD دي. طب لو العيان آه كيدني ترانسبلانتيشن كانديديت

سنه للعيانين اللي عندهم ديابيتس وسنتين للعيانين اللي ما عندهمش دايابيتس. لو العيان عمل قسطره هنشوف هنعمل ايه، لو العيان ما عملش قسطره يبقى لازم نعمل له functional assessment بستريس ايكو لو الويندو بتاعه يسمح. طب لو العيان عمل coronary andiographic coronary أنجيوغرام يبقى ايه القصه؟ هنشوف بقى في obstructive coronary heart ديزيز في الانجيوغرام ولا لا؟ لو مفيش فيش obstructive coronary heart disease في الاسطره يبقى no further cardiac testing هحطه بس على جايد لاين ده كده ميديكال ثيرابي وابروسيد بالكدني transplantation طيب لو عنده obstructive coronary lesions في الاسطره ايه الستيب اللي بعد كده الستيب اللي بعد كده هتبقى اننا هل كان revascularized ب PCI او كابج if he was revascularized هل ده كان أكتر من 3 ل 6 شهور يعني فات عليه 6 شهور من الـ medical therapy ما عندوش cardiac symptoms الـ ejection fraction بتاعه أكتر من 40 لو he meets all these criteria يبقى no further cardiac testing طب لو الأسطرة أقل من 3 شهور لو لسه عنده symptoms لو الـ ejection fraction بتاعه impaired Uh, لو عنده سيمتومز او ايجكشن فراكشن بتاعه امبيرد في الحاله دي ممكن اعمل له كورني انجيو مره ثانيه for further risk stratification طبعا لو هي مش حاجه فيري ريسنت الحاجه الثانيه لو الايجكشن فراكشن اقل من 40 يبقى نمانج الهارت failure سيمتومز بتاعه البيشنت طيب لو البيشنت بقى ما كانش revascularized كان عنده obstructive coronary heart disease في القسطره اللي عملها قريب وما كانش معمول له revascularization. Uh, لو الـ guideline the medical ثيرابي كان uh, adequate uh, أو مش adequate، هنشوف بقى العيان ده هل يعني هينفع له revascularization ولا مش هينفع له، ولو مش هينفع له بقى revascularization هينفع يعمل kidney transplantation ولا لأ in a case by case سيناريو. Uh, طيب. هنرجع مرة تانية لو العيان ما كانش عامل قسطرة في آخر سنة أو سنتين وعملنا له functional assessment بالستريس stress echo لو طلع moderate or large ischemia أو طلع ejection fraction أقل من 40 يبقى قسطرة و guideline medical therapy ونعالج الهارت failure لو لأ يبقى هن proceed without further cardiac testing يبقى ال kidney transplantation لو ما عندهمش كروني heart disease هنشوف السيمتومز symptoms وبعد ما نشوف السيمتومز هنشوف الـ, 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 الـ الريسك بتاعهم وبعد كده هنشوف الـ دي هنشوف السيمتومز وبعد كده نعمل لهم ايكو ولو نشوف لو ما عندهمش non كروني هارد ديزيز ولو عندهم ايجكشن فراكشن اقل من 40 وول موشن abnormalities وعلى اساسه هنحدد والناحيه الثانيه هنشوف عاملين قسطره ولا لا في خلال اخر سنه وسنتين وعلى اساسها هنحدد الخطوه اللي بعد كده هنخرج وندخل مره تانية